اليوم احنا امام منزلق خطير كتعيشو الاداره المغربيه والمرافق العموميه. في الوقت اللي صاحب الجلاله كينادي يفتح الادارات هذه امام المواطن والاستجابه في خطاب جميع خطاباته استجابه المواطنين والاجابه على الشكاوي ديالهم والمراسلات ديالهم هنا، اليوم هنا كنجيو كيتمارس علينا المنع، كيتسد في وجهنا الابواب ديال مرفق عمومي اللي هو مقر ولايه جهه الدار البيضاء. علاش؟ لان جينا نستفسروا على مآل واحد المراسلات، عده مراسلات للوالي صاحب الجلاله والى عمده صاحب الجلاله من خلال مؤسسه التعاون بين الجماعات بما يتعرض له الاشخاص ولا اعاقه امهات الاطفال ذوي اعاقه من طرف مستخدمي والمراقبين للشركه الاسبانيه ازا المفوض لها تدبير النقل الحضري داخل مدينه الدار البيضاء. وضعنا عده مراسلات، عندنا لاكوزي ديالهم، جينا اليوم هنا واحد الشخص يتطوع باش يدخل ويتلقى واحد الاجابات على الشكاوى وعلى المراسل هذا، فاذا بهم كيمنعونا اننا نولجوا لهذا المرفق هذا، لا واحد لا جوج حتى نص واحد ما يدخلش. ما عرفنا شنو السبب، علاش كنقول امام منزلق خطير في الوقت اللي صاحب الجلاله كيتكلم على الحكامه الجيده ديال الاداره المغربيه. الان كنشوفوا الاداره المغربيه كتسد الابواب ديالها في وجه المواطنين على مطالب بسيطه، ولما لا الان خصنا نلجؤوا لصاحب الجلاله على هذه المطالب البسيطه. وقال في خطابه السامي، قال لما لا يرجعون للمواطنين على مطالب بسيطه عندما تعجز الاداره الاستجابه لهم. والان حنا كنشوفوا الان الاداره كتعجز لان تستجب لنا وعلى انها تستقبل واحد منا باش اللي يسمع الشكايات واجابات على المراسلات اللي قدمنا. كيف ما في العلم ديالكم اننا جينا درنا وقفه سلميه ومتحضره نهار 4/25 في شهر 11 قدام مجلس مدينه الدار البيضاء باش نوصلوا الرساله للسيد العمده انهم راه حرمونا من المجانيه ديال النقل الحضري، هذه المجانيه اللي كنا كنتمتعوا بها اكثر من 30 سنه. من خلال الوقفه اللي كانت اتصلوا بنا بعض الاخوان، قال لك بان هنا اليومين احنا غادي نفتحوا معكم باب الحوار، تسنينا لا ربع الخميس والجمعه ما اتصل بنا حتى شي واحد. جينا اليوم الاثنين على اساس اننا نستفسروا على المراسلات اللي وضعنا لا للسيد الوالي ولا للسيد العمده، ولاو كيقلعوا لهم ونشوفوا باب الحوار اللي قال لك انه غادي يفتحوا معنا، ولكن للاسف الشديد كنلقاو البيبان مسدوده، البيبان تاع الولايه مسدوده في الوجه ديالنا. المواطنين كيدخلوا يقضوا المصالح ديالهم وحنا كاشخاص في وضعيه اعاقه كنتمنعوا اننا نفوتوا الباب الحديدي اللي كاين على برا، ما عرفناش علاش. حنا جينا غير باش نسولوا على المراسلات ونفتحوا باب الحوار مع هاد الناس باش نحلوا هذا الاشكال ديال المجانيه ديال النقل الحضري، لان الاشخاص في وضعيه اعاقه راه ولاو كيتعرضوا للسب والشتم والعنف من طرف لي كونترول ديال الحافلات الزا. وهذا الشيء راه ما كناش كنلقاوه ملي كانت الشركات السابقه ديال النقل الحضري كنا كنتمتعوا بالمجانيه وكثر من 30 سنه هذه.